نصيحة طبية للأشخاص اللي بيستخدموا مصابيح الليد. مصابيح الليد صارت موضة في عالم الديكور والأثاث، وزي ما أنتم شايفينها صاروا يستخدموها لإضاءة غرف البيوت وتكون بالحواف وتجاويف الدواليب وبتعطي لمسة جمالية على المكان. لكن نصحت الهيئة الألمانية الأشخاص من النظر إلى المصابيح الليد لمدة تزيد عن 10 ثواني، لأنها من الممكن أنها قد تؤدي شبكية العين، وأن الخطر في مصابيح الليد اللي تعطي اللون الأزرق واللون الأبيض. أما بالنسبة للضوء اللي يكون باللون الأحمر أو الأصفر ما يشكل هذاك الخطر الكبير. كما نصحت الهيئة الألمانية أن نحافظ على المسافة الآمنة اللي ما تقل عن 20 سنتيمتر حتى ما تأذي شبكية العين عندنا. ودمتم في صحة وعافية، وكل يوم راح أقدم نصيحة طبية على اليوتيوب، وحتكون الساعة 6:30 بتوقيت دبي.